فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم لقرابته لا أملك لكم من الله شيئا، وبين ملكه عليه الصلاة والسلام للشفاعات يوم القيامة؟ ما يملك لهم شيئا بمعنى أنه لا يملك شيء من دون الله، والشفاعة الله مكنه من ذلك، أن الشفاعة لله، وقد مكن رسوله منها ومكن غيره من الشفعاء، فإذا مكنه الله صار يملكها. نعم.